واحد من طبعا اللاعبين الذين يتقاضون اعلى الاجور هناك في فرنسا. ليو يترك بادي الكره لدييغو. هو ليو تابعنا في مناسبتين. هذا هو ليو، هذه ابداعات ليو، يمر من الاول من الثاني الثالث ما فيش مشكل. هنا اللمسه الاخيره مره جانب جدا بقدوم سيرخيو باتيستا. طبعا هذا في اشاره للتصريحات المدرب دييغو ارماندو مارادونا. فالتنقل والاقامه هنا في الديار اليابانيه، كره ارجنتينيه باللمسه الواحده، ممكن ليو تيفيس. ورغم المضايقه ورغم المساحات الضيقه جدا، لكن يجد الثغره، يجد الهفوه. هذا هو ليو، ابداعاته دائما حاضره في كل لقطه، لمحه لمسه كادت ان تمنح الجديد الارجنتيني.